اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك. ما هي أسباب ألم أسفل البطن لدى الحامل؟ متى نعتبر ألم البطن عاديا ومتى نعتبره خطيرا؟ ما هي بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتخفيف من ألم البطن؟ وما هي الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا الفيديو إن شاء الله. تسألني العديد من المشاهدات عن أسباب ألم أسفل البطن أثناء الحمل، رغم أنني أجبت عن هذا الموضوع بالتفصيل في فيديوهات سابقة، ولكن لا بأس ففي الإعادة إفادة. وقبل أن ندخل في الموضوع، لا تترددي عزيزتي الحامل في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة أو مشاركة الفيديو مع صديقاتك، فهذا أكبر دعم لي حتى نستمر في نشر المزيد بحول الله. تعاني أغلب السيدات الحوامل من آلام أسفل البطن نتيجة مرور الجسم بالعديد من التغيرات مع نمو الجنين، والذي يعد من أعراض الحمل المزعجة. لكن ألم أسفل البطن له عدة تفسيرات، حيث أنه في معظم الحالات يعد طبيعيا ولا يدعو للقلق، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يدل الألم الشديد والتقلصات على وجود مشكلة خطيرة. إليك الآن الأسباب الغير الخطيرة التي تجعل الحاملة تحس بألم أسفل البطن، مع تقديم بعض الإرشادات للتخفيف منه. أولاً، زيادة حجم الرحم. فمن أسباب ألم البطن أثناء الحمل زيادة حجم الرحم مع تقدم الحمل، إلى جانب ضغط الرحم على الأعضاء الداخلية، ما يتسبب بإزاحتها قليلاً من مكانها الطبيعي، خاصة الأمعاء، الشيء الذي يسبب شعوراً بالغثيان أو تضيقاً في البطن. ثانياً، ألم الرباط المستدير. يعتبر هذا الألم ألماً طبيعياً، ويحدث نتيجة تمدد الأربطة المستديرة الممتدة من الرحم إلى الفخذ، وتتمدد هذه الأربطة نتيجة نمو الرحم وزيادة حجم الجنين، وغالباً ما يظهر هذا الألم في الثلث الثاني من الحمل، وهو عبارة عن ألم حاد تشعر به الحامل أثناء تغيير وضعها أو تقلبها. ثالثاً، المخاض الكاذب. فخلال الثلث الثالث من الحمل تشعر الحامل بالمخاض الكاذب، أو ما يسمى بانقباضات براكستون هيكس، حيث أنها تعد تقلصات كاذبة والتي تساعد على تليين عنق الرحم، ويمكن أن تختفي هذه الانقباضات أثناء قيامك بالأنشطة اليومية وتعود مجدداً أثناء الراحة. إذن هذا فيما يخص الأسباب العادية لمخص البطن، لكن هناك أسباب غير طبيعية لألم البطن والتي تستدعي استشارة الطبيب، وهي: أولاً، الحمل خارج الرحم. فالحمل خارج الرحم هو إحدى مضاعفات الحمل الخطيرة المرتبطة بتسمم الحمل، وغالباً ما يحدث داخل قناة فالوب، وقد يحدث داخل المبايض أو عنق الرحم، أو بأي منطقة أخرى داخل الحوض. ومن الصعب جداً التمييز بين الحمل خارج الرحم والحمل المنتظم، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل، وعادة لا توجد أعراض للحمل خارج الرحم، ودائما ما تظهر عندما تجري الأم فحوصات الحمل، ويمكن أن تبدأ بالظهور بين الأسبوع الرابع والعاشر من الحمل من خلال ظهور نزيف مهبلي، أو شعور الحامل بألم في أسفل جانب واحد من البطن، ويمكنها أيضا أن تشعر بألم في الكتف. وفي حالة الشعور بأي من هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب على الفور. ثانياً، عدوى المسالك البولية.
بعض الحوامل تواجهن هذه المشكلة وترافقها بعض الأعراض كالرغبة المفاجئة في التبول مع الشعور بآلام أثناءه، كذلك آلام شديدة في البطن، ويمكن أن تتطور التهابات المسالك البولية أثناء الحمل لتتسبب في إصابة الكليتين، ما يزيد من خطر الولادة المبكرة. وكلما تم اكتشاف ذلك بشكل مبكر، كلما زادت فرص نجاح العلاج باستخدام المضادات الحيوية. ثالثاً، تسمم الحمل. تسمم الحمل هو حالة من الحالات التي تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم وارتفاع معدل البروتين في البول، وتظهر تقريباً بعد مرور 20 أسبوعاً، أي في الثلث الثاني من الحمل. ويمكن أن يتسبب تسمم الحمل في ظهور ألم الجزء العلوي من البطن، عادة تحت الضلوع على الجانب الأيمن. رابعاً، الإجهاض. يمكن أن يدل ألم أسفل البطن في الثلث الأول من الحمل على حدوث الإجهاض، ويتسبب عادة في ظهور أعراض أهمها آلام الظهر الخفيفة إلى الشديدة، إلى جانب تقلصات شديدة كل 5 إلى 20 دقيقة، كذلك النزيف الأحمر أو البني، أو خروج الأنسجة أو مواد متجلطة من المهبل. خامساً، انفصال المشيمة. المشيمة هي العضو المسؤول عن تزويد الجنين بالأكسجين والغذاء اللازم لنموه، وترتبط المشيمة مع الجدار العلوي للرحم، ولا تنفصل عن الرحم إلا مع ولادة الجنين، لكن في حالات نادرة تنفصل المشيمة عن الرحم أثناء الحمل، وتشعر الحامل عندها بألم شديد ويزداد مع الوقت في أسفل البطن، وقد يرافقه خروج دم أحمر داكن، وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب في المستشفى بتوليد الجنين بإجراء عملية قيصرية أو تحفيز الولادة الطبيعية. سادساً، الولادة المبكرة. فإذا مر 20 أسبوعاً على الحمل وبدأت الحامل تحس بانقباضات وألم مستمر في الظهر، فقد يكون دليلاً على احتمالية حدوث الولادة المبكرة، لذا ينصح بمراجعة الطبيب في هذه الحالة. ما هي بعض التدابير المنزلية التي يمكن اتباعها للتقليل من آلام أسفل البطن؟ هناك بعض الطرق المنزلية التي يمكنها أن تساعد على التخفيف من ألم البطن، ومنها شرب الكثير من السوائل لإبقاء الجسم رطباً وتخفيف الألم. كذلك ينصح المرأة الحاملة التي تعاني من آلام أسفل البطن أن تقوم بممارسة رياضة المشي حتى وإن كان داخل المنزل، إضافة إلى النوم على الجانب وليس على الظهر. ويمكنك استخدام الوسائد الدعامة بين ركبتيك المثنيتين وتحت بطنك وخلف ظهرك، إضافة إلى الحصول على قدر كاف من الراحة على مدار اليوم، وخصوصا عندما تشعرين بآلام حادة، إلى جانب تجنب الحركات المفاجئة. ويمكنك أن تتحركي بهدوء ولا تلتجئي للحركات المفاجئة أبداً. ما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب؟ توجد بعض الأعراض والعلامات التي تدل على أن أسباب ألم أسفل البطن تدل على وجود مشكلة ما، والتي تستدعي استشارة الطبيب في حالة حدوثها، مثل وجود ضغط في منطقة المهبل، كذلك في حالة الشعور بتقلصات وتشنجات تشبه آلام الدورة الشهرية والتي تزداد حدتها مع مرور الوقت. كذلك يجب استشارة الطبيب في حالة وجود آلام صعبة في منطقة البطن مع استمرارها رغم تغيير الوضعية، أو في حالة وجود تسرب للسوائل خارج المهبل، أو في حالة الشعور بانقباضات على فترات منتظمة، أو النزيف المهبلي.
فإذا شعرت الحامل بأي من هذه العلامات يجب التوجه فورا إلى المستشفى، لأن ذلك يمكنه أن يدل على وجود مشكلة ما أو الإجهاض لا قدر الله. إلى اللقاء.